جيسبر كي فوز علي بيان نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت معكم بواحد الوصفه ندير واحد الصابونه كدار في الدار ان صابون كي سفي على ميزون سي بور لا بو اكنيك لا بو كادي تاش بيغمونتير et tout problème de peau. Donc هاد صابونه لي غادي نصاوب كتناسب للناس اللي عندهم البقع الداكنه, الناس اللي عندهم الحبوب وبقى لهم لي تراس ديال الحبوب في وجههم, والناس جميع انواع مشاكل تاع البشره. هاد الصابونه رائعه ولا اروع. دونك غادي نخليكم مع شنو غادي يخصني. هنايا عندي الصابون, الصابون انا عندي هنايا الصابونه هذا ديال لو بتي مارسيلي, صابون بروت le petit marseillais savon brut. Donc j'ai pris que la moitié de ce savon là. Donc nous avons un savon bio et qu'on tabille et mieux fumier mais qu'on fait la riha ou la laum. سوي يكون اباز ديال اباز من الجليسيرين, سوي يكون شفاف. ما عرفش انا في المغرب بالضبط النوع ديال الصابون اللي كيكون متواجد. المهم غير صابون يكون طبيعي ما فيهش ريحه نهائيا, يكون 100% طبيعي. دونك راه تقدروا تلقاوه في لي سونتر كوميرسيو, قراو عليه غير يكون صابون طبيعي سون بارفان فوالا ما يكونش فيه الريحه. دونك انايا خديت نص ديالو, جي بري لا موتي وخديت هاد لا غاب وبقيت كنغابي بحال هكذا باش عطاني هذا, باش عطاني هاد الشكل. ولا ما كانش خدي غير الحكاكه وحكيه. دونك فوالا هنايا غادي خصني الروز, الروز مطحون بحال هكذا. غادي ناخذ منه جوج ديال المعالق وخليه شويه يكون شويه, خصو يكون باقي فيه الحبيبات حيت هاد الصابون كيكون كيقشر لينا البشره و او ميم طون كيعالج جميع المشاكل ديالها. دونك غادي خصوني 2 كويير دو فارين دو ري. ابري هنايا غادي خصني تقريبا شي 8 العروشه ديال البقدونس, المعدونه المعدونس ويلي على المعدونس البقدونس البقدونس المعدنوس المعدنوس والبقدونس والمعدنوس. المهم راك فهمتوني. شوف اللي قلت لكم قولوا ايه, راه كتخلط ليا الهضره. دونك هنايا عندي شي تقريبا ويتيج دو بيرسيل, 8 العروشه ديال المعدنوس البقدونس. يكون غسليه ونشفيه. هنايا عندي جوج كبسولات ديال الفيتامين او. الا كان عندك الفيتامين او هي هذيك, الا ما كانش راه ماشي مشكل, ماشي ضروري. هو من الاحسن الا كان سي ميو, الا ما كانش ماشي مشكل. دونك دو كبسول دو فيتامين او. وهنايا غادي خصني الحليب كامل الدسم, غتخصني 12 معلقه ديال الحليب. دونك 12 كويير ا سوب دو لي اونتيي. وهنايا غادي خصني الماء باش غادي نذوب هذا الصابون. غادي نديكم معايا المرحله المواليه بور لي تاب سويفونت. وهنايا غادي خصني امول. انا خديت هنايا امول ديال لي فينانسيي, مي سينو اي مول عندك ماشي مشكل. انا هذا خديتو حيت كيعجبني, حيت كيدير ليا صابونات صغار كنستعملهم كيبقاو عندي زعما لمده طويله. دونك كنفضل يكون عندي هذا. مي سينو غير شي بواطه عندك صغيره ولا اي حاجه ديري فيها الفيلم اليمونتير, لبسيها بالفيلم اليمونتير عاد غتكبي عليها الخليط. دونك حبيباتي غدا نخليكم مع نخليكم دابا مع طريقه الاستعمال. دونك ما فوالا دابا غادي نبدا. غادي ناخذ هنايا 12 معلقه ديال الحليب كامل الدسم, 12 كويير دو لي اونتيي, جوج غادي نزيد هنا المعدنوس ديالي. وهنا غادي نزيد الكبسولات ديال لا فيتامين او.
صافي دابا وغادي نضرب كل شيء في هذا الخلاط. صافي كيعطيني هذا المحلول هذا بحال هكذا. دابا غادي نزيد عليهم جوج معالق كبار ديال الروز، دو غوند كويير دو فارين دو ري، مي با فارين، فوك سا سوا با تري تري مولو، فو غاردي لي فوالا. صافي انا خلطت هادشي. دابا غادي نديكم معايا باش نذوب الصابون. الي اتسيت. صافي هنايا انا دابا غادي نبدا نذوب في الصابون. جو كومونس ا فير فوندر مون صابون. هادي راه سين سباتور سبيسيال غير ديال هادشي ديال المواد التجميليه، كنخليها خصيصا لهادشي ديال الوصفات. دونك لا غادي نزيد هنايا، غنزيد من ربعة حتى ستة المعالق ديال الماء. غدا في الاول غادي نزيد ربعة المعالق ديال الماء كبار، 4 غروند كويير دو، ونبقى نحرك فوالا حتى كل صابون وشحال كيشرب ديال الماء. سا ديبون دو صابون. صافي هنايا غادي نبقى نحرك وغنشوف الا كان مازال خاصني الماء باش الا كان مازال خاصني الماء باش الصابون ديالي يذوب، غادي نزيد جوج معالق ولا معلقه على حسب. وهاد والله الا جربوها، غير جربوها وغادي تشوفوا الفرق احسن من لي جيل. انا عندي لي جيل ديال اللي كنغسل بهم وجهي في الصباح، ولكن مره كندير هاد الصابونه ملي كيخرج ليا الحبوب ولا كنشوف لابو ديالي ما فيهاش اشراقه ولا هذا، كندير هاد الصابونه. هي كتعطي اشراقه للوجه وكتقومي اومام طون، كتقومي اومام طون كتقومي الوجه وكتحيد الطبيعه ديال الكلف، الطبيعه ديال الحوايج ديال الحبوب. رائعه. دونك هنايا بان ليا هادشي ناشف شي شويه، دونك غادي نزيد جوج معالق. دونك غادي تكون في المجموع ستة المعالق ديال الماء. وانتم راه غادي نبقاو تزيدوا في الماء على حسب انتيا وانتيا، وزعما عينك ميزانك كيفاش كنقولوا في الامثله المغربيه، عينك ميزانك. غير هي هاد الصابون ما خصوش يكون جاري، ما تبقايش تزيدي في الماء بزاف حتى يولي جاري. فو با بوكو راجوتي دو كوم سا، سي با تري تري سي با تري ليكيد كوا، فو كسا ريست ان بو solide. فوالا صافي. انا دابا غادا نبقى نخلط في هاد الصابون ديالي وغادي نوريكم ابخي كيفاش غادي يولي. دونك فوالا انا دابا هز ليا هنايا، هز ليا 10 المعالق ديال الماء. دابا غادي نمشي نطحنو مع هذاك الشيء وغادي نزيد الحليب، غنبقى نزيد الحليب بشويه بشويه حتى نوصل لا كونسيستانس اللي بغيت. يلا ا توت سويت. دونك صافي هذا هو الصابون ديالي كيفاش ولي. دابا غادي نزيدو على هاد الخليط اللي درت قبيله، طحنت معكم قبيله، وغادي نبقى نزيد في الحليب شويه بشويه، نبقى نزيد في الحليب شويه بشويه حتى نوصل لا كونسيستانس حتى نوصل للقوام اللي بغيت انا. دابا غادي نزيد مازال جوج معالق ديال الحليب. فوالا وغادي نطحن. وصافي هنا غادي نبقى نزيد في الحليب حتى نوصل كما قلت لكم القوام المناسب. دابا درت زدت قبيله جوج، انا غادا نزيد دابا أربعة. فوالا
يوصل للقوام المناسب ديالو. نزيد عاوتاني ربعة ونعاود نطحن. صافي دابا غادي نبدا نعمر في هذا ديالي وكيولي على هذا القوام بحال هكذا، ماشي جاري بزاف وماشي مشدود بزاف. دونك غادي نبقى نعمر في هذا الليمون ديالي وغادي نوريكم ابري البنات اللي ما عندهاش هذا الليمون بحال هكذا. غادي نوريكم واحد الطريقه ديال تيبيروار. الى عندك شي بواطه صغيره ديال البلاستيك ديري فيها غير هذاك الفيلم وراه حتى هي قاديه. كنتي مزروبه ديريهم في الكونجيلاتور حتى كينشفوا مزيان، الا ما كنتيش مزروبه خليهم ينشفوا بوحديتهم من 3 حتى 4 السوايع. فو لي ليسي سيشي دو 3 à 4 heures وصافي. راه مزيان التجاعيد، احتاجنا فيها لا فيتامين او، وعرفتوا الفوائد ديال الحليب حتى هي. الحليب راه مرطب مبيض. هاد الصابونه تقدري ديريها حتى للحم ديالك في العواد ديال الدوش. في العواد الجلد واش تقدري ديري هاد الصابونه في الحمام ولا في الدوش ديالك اليومي، ترومبلاسيها فولا رومبلاسي افيك سو صابون لا، بهاد الصابون العجيب. دونك الا ما كانش عندك هذاك المول غادي تاخدي اي بواطه ديال البلاستيك اللي عندك، تيبيروار اللي كديري فيه الحلوى ولا اللي كتخزني فيه شي حاجه، وغادي ديري عليه هذا الفيلم اليمونتير هذا باش ما يمسحش لك الصابون فيه. صافي وكتاخدي الصابون بحال هكذا وكتبداي تعمري. هذه الصابونه غادا تجي شويه كبيره، دونك راه غادا دي لك زعما وقت غادي لك وقت كبير. دونك فوالا، نتمنى نكون شي حاجه بوكو با ما يتقاسمهاش مع الناس. دابا هذه انا غنديرها، هذه ديال لا دوش كبيره شي شويه، غادي نخليها للدوش. الا كان عندكم تيبيروار صغار من هذا ديروا صغار من هذا باش ديروها في وجهكم الاستعمال اليومي ديال الوجه. دونك كتفزقوها شويه. دابا انا غادي نرجع معكم غنخليهم حتى ينشفوا، غادي يشدوا ليا شويه الوقت غنخليهم حتى ينشفوا وغادي نرجع معكم نوريكم كيفاش كيوليو قاصحين. دونك صافي، هنايا هذه هي الصابونه، ما ضو بزاف ما كتبانش بزاف. دونك انا هذه حتى هي غادي نخليها تنشف، حتى ملي تنشف وغادي نديمي جو ديمول، غادي نديموليها. دونك توت فاصون غادي نرجع معكم باش نوريكم كيفاش كنديمو ليهم وكيفاش كينشفوا. دابا هادشي اللي بقى عندي حتى هويا غادي نديرو في واحد الطاسه ديال الزاج ونخليه ينشف، غنديرو في القوالب ديال الزاج ونخليهم ينشفوا وغادي نديرهم في لادوش. بالنسبه ليا وبالنسبه لوليداتي راه كيرطب الجسم مزيان، الوجه كما قلت كيبيض كيوحد اللون،
كيحيد التجاعيد الكلف هذاك ديال الكلف لي طاج ديال الكلف هما كيحيدو مع الوقت البنات اللي عندهم مشاكل ديال الحبوب كيغلق المسامات كيحيد شويه ديال التجاعيد دونك المزايا ديالو عديده ولا تحصى دونك غادي نخليكم دابا نخلي هادشي حتى ينشف وغادي نرجع معكم باش نوريكم كيفاش كنديمو ليه دونك طريقه الاستعمال كيفاش كتشدي الصابونه كتفزقي وجهك شويه بالماء تيموي ان تي بو طون فيزاج اي هذيك الصابونه كتبقاي دوزيها على وجهك تغسلي بها وجهك شي 3 ولا 4 دقائق تبقاي تحكي 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 ولكن غير بالحق غير بشويه لان كاين فيها هذوك الحبيبات ديال الروز كيكونوا شويه قاسحين على لابو دونك غير شويه بقاي شي 3 ولا 4 دقائق الا كان عندك الوقت بوركوا با حتى 5 دقائق جوسكا دو 3 4 مينوت جوسكا 5 مينوت كتبقاي تحكي بها وجهك وجهك الا كان عندك الوقت سي تو لو طون كتخليه شي شويه 4 دقائق في وجهك عاد كتغسلي سي تو با لو طون tu gommes et tu laves tu te laves le visage tout de suite donc il n'y a pas de temps غير ديريها من 3 و 4 دقائق ولا 5 دقائق وغسليها الا كان عندك الوقت خليها 5 دقائق في وجهك عاد غسليها كل نهار وردوا عليا الخبر دونك نخليكم وغادي نرجع معكم افخي ملي غادي ندير ديمولاج يلا السلام عليكم اتسيت عندي ماشي نشف توتالمون سي با انكور سيك توتافي ولكن غير بغيت نوريكم كيفاش كيولي هاد الصابون بحال هكذا صافي كتشدوها كتفزقوها شي شويه كتفزقوا وجهكم ولا لحامكم ولا فين غادي ديروها وكتبقاو على هاد بحال هكذا كتبقاو ديروا عمليات دائريه على الوجه كامل ولا على الجسم كامل ديالكم صافي وكتبقاي تخدمي غير بايديك ملي كتوزعيه على الوجه كامل كتبقاي غير توزعيه على وجهك هو راه غادي يدير لك شويه لاموس مع الماء صافي كتبقاي تخدمي 3 4 دقائق وكتخليه شي 5 دقائق الا كان عندك الوقت كما قلت لكم قبيله صافي وكتشلي والله الا راه كتبان لكم النتيجه توت سويت دابا انا هذا باقي ما كرمش عندي توتالمون غير بغيت نوريكم كيفاش كيولي القوام ديالو بحال هكذا صابونه صافي كتحتفظي فيهم شي بواطه ولا كتحتفظي فيهم بشي شي علبه وكتخليهم وكتبقاي تستعمليهم هذه هي الكبيره اللي غادي ندير بالنسبه للجسم بحال هكذا شفتوا فوالا هذه صابونه نديروها للجسم ديالنا دابا انا هادشي غنخليه حتى يكرم مزيان توتافي توتافي دابا غير بغيت نوريكم ان بو فري كيفاش كيولي دونك صافي هذا هو الصابون ديالي نتمنى نكون فدتكم شي شويه وصدقوني استعملوه جربوه البنات اللي جرباته واللي دارتو تخلي لي ان كومونتير في التحت باش نعرف واش وافقك ولا ما وافقكش وكم اقسم لكم بالله العلي العظيم الا كتبان لكم النتيجه توت سويت التجاعيد كتحد من التجاعيد البقع ديال الكلف الحبوب المسامات المفتوحه كتعطي اشراقه للوجه ولكن خاص تتباع ديما كنقول لكم اي وصفه درتوها خاصها تكون المداومه دونك هنايا غادي نخليكم ونقول لكم ان شاء الله على بروشين فوا بوغ اون نوفيل فيديو شي فيديو ان شاء الله جديده خليتكم على خير وبخير ونتمنى ان شاء الله نلقاكم في حله جيده المره الجايه ان شاء الله جوفي غرو بيزوات ونقول لكم الى الحلقه القادمه الحلقه القادمه ان شاء الله يلا السلام عليكم